الاخوان الروز شحال واصل الروز؟ 14 درهم اخويا. 14 درهم الروز كلاسي هذا 14 درهم في بلاصتو هذا ولا؟ هنايا باش كنسقطو باش كنبيعو. شحال تقريبا واصل في بلاصه ديالو؟ ديال الهند. ها؟ ديال الهند ديال الهند هذا؟ ديال الهند. سير يسر مع الناس ونهضروا على الروز. اما حسن دابا الناس اغلبيه كيديو هذا ولا كيديو الاخر؟ هذا مزيان هذا ما كيتعجن ما والو. هذا ما كيتعجن ما والو. هذا القرا ديال الشلاضه ديال الناس داو وعرفوه. الناس داو هذا وعرفوه. عرفوه الله يحفظك. واش مبروك تقريبا تقريبا واش كاين اقبال ما كاينش اقبال؟ مزيان الروز كلاسي ولكن اخويا غلا شويه. غلا شويه. كنتمناو من الديوان يحيدوا لي نقص لنا شويه في الثمن. تزاد في الديوانه؟ هي اللي مطلع شويه لا في الثمن. لا واش 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 كاين اقبال؟ السمقله بعد السمقله عبد الحق واش مع هاد الامطار ديال الخير واش نشوفوا ان هاد الشيء غيبدا ينخفض شويه ولا غيبقاو ضروري من الانخفاض؟ هذا راه كيجي من برا ما كيجيش ديال البلاد. لا ولو حيت الحمد لله الامطار ديال الخير كتسهل كل شيء. بنادم كاع اللي كيكون طامع في شي حاجه كيهبطها كتفرح هاب الفرحه بنادم كينقص ان شاء الله. الحيد هاد التشميش تمش وقت شويه غيولي كلشي رخيص. غيولي شحال كان واصل شحال؟ كانوا دايرين 12 درهم دابا 14 درهم. شحال كان داير؟ 12 درهم دابا 14 درهم. 14 درهم من نهار عقلتي راسك كنت كتبيع الروز شحال ارخص ثمن بعتي به واغلى ثمن بعتي به؟ 12 درهم. اغلى ثمن ولا ارخص ثمن؟ ارخص ثمن 12 درهم واغلى ثمن زاد شويه 14 درهم. ولا الا قلتي الا تبع بحكم انك كتبيع الروز الا بغيتك تنصح الناس وتقول لهم احسن روز اللي يقدر ياخذ انسان بلا ما يتردد هو هذا ديال الهند. شنو اللي زوين فيه؟ يتعجن ما والو. ها؟ يتعجن ما والو. واخا الحمص شحال ديال الحمص؟ 18 درهم 360 ديال برا ديال الميكسيك. هذا ديال الميكسيك شحال داير؟ 18 درهم. 18 درهم 18 درهم. والشوفان شحال ديال الشوفان؟ 12 درهم 12 درهم. العدس داير 340. العدس شحال؟ 340. 340 كندا ديال البلاد غالي شويه دابا تجي بس سلعه الغربه دابا تا كاوري دابا تا البلاد ما بقى فيها والو. واه دابا وليتي كاوري دابا تا. ها البلاد ما بقى فيها والو. شويه غتجبد لي باسبور حمر. دابا قول لي هنا قلتي ديال الهند الروز ديال الهند السلعه ديال برا ديال البلاد بلاتي الروز ديال الهند العدس ديالاش 208 واخا نترزق له على ولادي. واش سير بيع 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 حديتو مخزن سير عبر راه براكه راه غنمشي انا غنمشي شوف السيد 208 208 بقاو معانا يبيع بقاو معانا يسر مع الناس وكملوا كان باش ضحكتي دابا الروز اللي بغيت انايا بغيت نعرف العدس اللي جبتينا بلاد كندا العدس ديال كندا الروز ديال الهند الحمص ديال الميكسيك صح الله يسخره. واش واش اش قديتي تما اش قديت خويا؟ انا بالنسبه لي الخضره ما تقديتهاش. علاش ما تقديتش الخضره؟ ما كاين الثمن وما كاينش السلعه. كاين الثمن وما كاينش السلعه. الجوده 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 ما كاينش يعني الجوده تكون الخضره يعني تكون. وشنو كتفائل الحمد لله مع الامطار ديال الخير؟ الحمد لله هذه من فضل الله تعالى يعني كنا نقولوا هذا العام ان شاء الله غيكون بالنسبه للصب ما كاينش ولكن الحمد لله هذه غيكون الخير. هذه نعمه من عند الله سبحانه وتعالى يعني هاد الغلاء عيد ولكن مع الامطار يعني غيكون خير ان شاء الله. غيكون خير باذن الله غيكون خير ياك اخويا. مبروك علينا هاد الشهر. امين الله يحفظك. الله يحفظك. مبروك علينا هاد الشهر. اللهم امين. تبارك الله عليكم. الله يحفظك. تبارك الله عليك. اش ديتي تما شناهو هذا الشهر؟ العصير العصير اليوم عاصر اليوم عاصر على شي واحد اليوم. تبارك الله. بالنسبه للانسان الحاجه اللي غاليه قدر من نستغنى عليها نستغنى عليها ما تكونش ما ناخذهاش غاليه تستغنى عليها. استغنى انا تقريبا كان هذا الغلاء اللي ما كان الحاجه غاليه ما كان كتفوتها ما عندك ما دير بها ما عنديش ما تفيدني حتى شي حاجه. تبارك الله عليك. الله يعاونك ورايك يحترم. انا متفق مع هذا السيد هذا الله يعطيه الصحه هذه كلمه زوينه قال وكنا كاملين متفقين حموك والحمد لله. عندك مطيش شعب بالنسبه للنساء حتى بالنسبه اللي كانت شي حاجه غاليه ما تاخذهاش ما تاخذهاش يعني استغل. تبارك الله شو امطار ديال الخير. تبارك الله. الله يسخر عواشر مبروكه. تبارك الله الامطار امطار ديال الخير الاخوه. شو تبارك الله حيد الله يعاونك. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.